في معلومات عن التحضير كان لمعركة جمل. المعركة بدأت بالفعل دلوقتي في ميدان التحرير. المعركة دي التحضير ليها ازاي؟ بلطجية فتح سرور في منطقة السيدة زينب تم تجميعهم بأوامر من قادة الداخلية الحاليين، والبلطجية دول تم توزيع كل فرد فيهم تم تجميعهم من قادة الداخلية الحاليين اللي موجودين دلوقتي، اللي هم بيدينوا الولاء لحبيب العدلي اللي بيديروا الداخلية من أول ما يعني اكتوبر الفترة اللي فاتت دي، هم المسؤولين عن عدم عودة الأمن. كل فرد من البلطجية دول استلم 3000 جنيه واستلم أسلحة بيضة واستلم مولوتوف وخرطوش، وجهزوهم ان هم ينطلقوا لميدان التحرير. وكان دخول ميدان التحرير من منطقة باب اللوق، وبالفعل اشتبك من حوالي يعني نص ساعة كده اشتبك البلطجية دول مع المتظاهرين في ميدان التحرير علشان يبان ان المشكلة جاية من المتظاهرين، وتعطي ذريعة للأمن المركزي الموجود في شارع محمد محمود انه يستمر في ان هو يضرب المتظاهرين، فبالتالي يبقى في ضرب مزدوج من الداخلية وايضا من البلطجية. بالضبط نفس السيناريو موقعة الجمل. الكلام ده مصدره الضباط الشرفاء المحترمين في وزارة الداخلية والائتلاف العام لضباط الشرطة، وهم ده الكلام ده على مسؤوليتهم، هم اللي ادوني التفاصيل دي. والعملية كلها بتدار من داخل وزارة الداخلية حاليا. احنا من ساعة واحدة بس كان الوضع في الميدان، والدكتور كان هناك، كان الوضع في الميدان كان هادئ، وتوصلنا الصبح لمبادرة تفض الاشتباك في شارع محمد محمود. مرة واحدة في ساعة واحدة سقط 500 جريح، 500 مصاب في ساعة واحدة. وفوجئنا لدرجة ان احنا وجهنا نداء اصلا على موقعنا لكل اعضاء المهمة دلوقتي حالا قبل ما اجي. وجهنا نداء على موقعنا على الفيسبوك لكل اعضاء ان هم ينزلوا يحموا اللي في التحرير، واللي يقدر يجيب معاه شاش قطن اي محاوله لاسعاف، لان الناس كانت بتتساقط بشكل ما حدش عارف يلحقهم اصلا. هل شفت ده بعينك؟ شفته بعينيا، والناس نقلت لي كمان بعد لما انا مشيت اللي اسوأ من ذلك. وجهنا نداء لكل اعضاء ان هم ينزلوا مباشره عشان يخلوا الجرحى، علشان يحولوا بين الامن وبين سقوط مزيد من الضحايا. فخليني بقى ارجع للتعليق. المشكله في ايه سيدتي الفاضله؟ عقلية فض الاشتباك غائبة عن الوضع اللي احنا بنحيا فيه. في أصوات عالية من هنا ومن هناك، وفي طرف يعلم جيدا انه قادر على فك الاشتباك وفض الاشتباك في لحظة بعينها، لكنه لا يريد. بمعنى لا يريد بقى لإيه؟ لأمور كثيرة جدا. لا يريد لإيه؟ لأمور كثيرة جدا. خليني برضو أقول نقطة من النقاط المهمة اللي يمكن سيادة اللواء أنا عارف ان هو بعد كده هيعقب عليها. المشكلة يا دكتورة هالة، وأنا أن أكره تكرار نفسي ذكرتها قبل كده بس خليني أقولها برضو في هذا المكان، مشكلة نفسيات. لازالت الداخلية تتعامل مع الشعب المصري على أنه لم يبلغ بعد سن الرشد. لازالت تتعامل مع الشعب المصري أن يلا بقى يا أولاد أنتوا عايزين إيه عشان تطلعوا من التحرير. لازالت بتتعامل بالعقلية القمعية، وده يظهر في أكثر من صورة، منها صورة الضابط اللي بيضرب على عين الولد واللي جنبه بيقول له الله ينور يا باشا انت كده جبتها في عينه. ده ما ينفعش نخرجه بره سياق الناحيه النفسيه. لازالت نفسيه الداخليه، ولازالت نفسيه برضو كثير من القاده العسكريين، ان هو اللي فوق اللي هو المفترض عشان يفض الاشتباك يقمع ويزداد في القمع ويزداد في ضرب المتظاهرين، وبكده المشكله هتتحل. تقابله نفسيه اخرى في الميدان اللي هي نفسيه ايه؟ بمنتهى البساطه، ودكتور شادي هيوافقني على ذلك، الشباب اللي في الميدان اصبح لا شيء عنده اكثر من ذلك يخسره. بيتحول بالمعنى او بالمصطلح الامريكي الى لوسر، خاسر، ما عندوش اي حاجه تانية ممكن يبكي عليها. نفسيه زي دي محتاجه احتواء يا سيدتي الفاضله، محتاجه احتواء. المجلس العسكري كان امامه، والى الان انا زلت مصر ان امامه فرصه تاريخيه انه يحتوي جميع من في الميدان، يعاملوا اللفظ ده مش لفظ انا بستدر بيه مشاعر، يعاملوا بالرفق اللي ينبغي في الحاله دي. المشكله ان بيقابل فعل شاب، وانا ما بقولش ده صح، شاب القى طوب على وزاره الداخليه، ده مش صح، ده مش صح. انما يقابل هذا الفعل برد فعل غير معقول، رد فعل يفوق الخيال، بيضربه بكل ما يمكن تخيله من قوه غاشمه. الفعل لازم يقدمه رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. رد الفعل ده غير مبرر الوحشيه. وزير دفاع اسرائيل الاسبق يدق طبول الحرب مع مصر.
بن علي عازر بيقول تل أبيب لا تجد مفرا إلا الاستعداد للمواجهة، لابد أن ننتبه بشدة للعدو الخارجي. أعرب بنيامين بن علي عازر وزير دفاع إسرائيل الأسبق والعضو الحالي بالكنيست الإسرائيلي عن تفاقم مخاوفه من مصير العلاقات بين مصر وإسرائيل في ضوء الاضطرابات التي تشهدها مصر وتنامي صعود الإسلاميين. يا أستاذي بما ينذر بحرب مستقبلية وشيكة بين مصر وإسرائيل. في سياق مقابلة إذاعية قال بن علي عازر الذي عرف بصداقته مع المخلوع حسني مبارك رغم مسؤوليته عن قتل الأسرى المصريين خلال حرب 67، أكد بن علي عازر أن إسرائيل لا تجد أي مفر أمامها لما يحدث في مصر إلا الاستعداد للمواجهة، مشيرا إلى احتمال المواجهة العسكرية بين مصر وإسرائيل في المستقبل أصبح احتمالا قويا. أنا بس عايز أقول الذي يهمنا في هذه اللحظة هو مصر ألا تقع في قبضة الفتنة ولا يستمر الدم المراق على أرضها، سواء لأبنائنا الثوار ولا لأبنائنا في الشرطة ولا أبنائنا في الجيش. إزاي دي مفروض تبقى خطة رشد سياسي لدى كل الأطراف، لدى السلطة الفعلية المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة سواء اللي فاتت ولا اللي جاية، ولدى كل اللاعبين في الملعب السياسي. لأن الحقيقة الأخطاء اللي هي إيه؟ معلش الأخطاء بالجملة، معلش أنا رأيي إنه الأخطاء بالجملة لدى كل الأطراف. صحيح في مسؤولية لدى السلطة الفعلية، لكن أيضا في مسؤولية جسيمة لدى كل الأطراف. وانت نفسك كنت بتقول لي الكلام ده اللي انا عارفاه بيأكد اننا ما زلنا رهن الذات مش رهن المصلحة الوطنية العظمى. المسؤوليات بتتساوى. خليني اكلم بقى معلش خلوني اكمل اللي بقوله. شوفوا اخطاء المرحلة الانتقالية والخلاف معها، وانا اول من اختلف وتعلموا جيدا كلكم ده، حدش زاد عليا فيه. انا اول ما رفع الصوت وقال لا من اول دقيقة، لا يعني لا الصدام ولا الصراع ولا الوصول لحرب الشوارع، ده موقفي. التضامن مع الموقف اللي حدث في التحرير مع هذا الخطأ الجسيم اللي مطلوب فيه محاكمة الجاني والقصاص لما حدث، لا يعني أن المواقف السياسية تبنى على الغضب. المواقف السياسية تبنى على الرشد السياسي، لأن الوطن بحاجة لموقف يبني توافق، لأننا في لحظة فارقة في تاريخ مصر. إذا كان كل ما حدث قد حمل في طياته مطالب مشروعة خلال أننا جميعا غير راضين عن إدارة المرحلة الانتقالية ولا راضين على ما يحدث من حولنا من أوضاع انتهكت ما يمكن أن يسمى بالمهمة الأساسية للمراحل الانتقالية في حياة الشعوب، اللي قالت عليها الأستاذة سكينة طبعا، التطهير وبناء البنية السياسية وبناء البنية التشريعية كل المسائل والاجتماعية ومعالجة وتسكين الألم الاجتماعي، كل اللي احنا فيه اللي الأستاذة سكينة كفتني بما قالته، هذا كله لا يمكن أن يكون مشتبك مع لحظة فين نقطة الاختلاف اللي بيننا يا شادي. لا يمكن أن يكون هذا مشتبكا مع لحظة انفعال نتيجة ان احنا دمنا بيسيل على جنبين وبنجري وبكر وفر وحرب شوارع، ده ما ينفعش. لابد اننا اولا نوقف هذا طبعا. هنا بقى ما نيجي نتكلم على ان هذا يجب ان يوقف. حرب شوارع وحرب اهلية مصر عمرها ما هتقف ده، والذين يتوهمون وكلامي مسموع على كل الفضائيات، الذين يتوهمون ان مصر بهذه الرخاوة برغم كل الصعوبات التي تواجهها هذه الثورة، واللي احنا ما بنجريهاش في غرفة معقمة، احنا بنجريها في ظل مؤامرات ومناورات ومليارات ستصرف على فاعلين من الداخل وفاعلين من الخارج. انا بقول ان دي لحظة اختبار لوطنية القيادة. كيف ستحمي هذا الشباب وكل روح في رقبة هذه القيادة؟ اذا كان في البلد قيادة وطنية فعلى الفور اصدار قرار بايقاف ضرب النار، بايقاف اي عدوان على هذا على المتواجدين في ميدان التحرير، وعلى الفور تكوين الاعتذار وتكوين لجان تحقيق فيما من اصدر الاوامر في وايضا ظهور نتائج التحقيقات في جميع ما جرى من عدوان على الشعب المصري ابتداء من
ما أطلق عليه موقعة الجمل ثم موقعة العباسية ثم مسرح البالون ثم ماسبيرو ثم أمام السفارة العدو السوداني ثم الآن أنا أخشى على المؤسسة العسكرية من هذه الأخطاء الحادثة من القيادة من المجلس العسكري، لأني أخشى من انقسامات، لأنه جيش لا يقبل الانهزام، لأنه جيش لا يقبل الانهزام ولا يقبل أن الشعب يضرب منه أو أن الشعب يضربه. فمن هنا أرى وأنادي مع كل التحية والتقدير أن يكون لهم وهم جزء من سيادة هذا الوطن وجزء من عزة هذا الوطن أن يتركوا الأمور السياسية قيادة وطنيين سياسيين من الذين لم يلوثوا بفساد النظام القديم وليس منه، وأن يصدروا قرار سياسي بدلا من هذا القرار اللي اسمه العزل السياسي بعدم مشاركة من أفسد الحياة السياسية في لمدة 5 سنوات، لأن من حق مصر أن تحمى ومن حق الثورة أن تحمى. وفي النهاية أقول إحنا في نوفمبر، ماذا كان يحدث في نوفمبر 1956 في مصر؟ كان أبناء بورسعيد يقاومون 3 دول وينتصرون على 3 دول. من الذي يقود أبناء مصر الآن لكي يحمل السلاح ويحمل عليهم السلاح؟ هذا شعب عظيم، ولن يغفر التاريخ لمن يفعل به هذا ولمن ارتكب الجرائم في هذه المجموعة من الأبناء في ميدان التحرير. فلتبادر القيادة بإثبات وطنيتها وبإثبات أنها كما صنعت النصر دائما على خطوط القتال ستصنع في هذه اللحظات المصيرية في تاريخ مصر. احنا دخلنا الانتخابات لانها جزء، او احنا اعتبرنا طبعا احنا دفعنا لحظة احنا دفعنا لخوض الانتخابات بعد تصرفات القوى الانتهازية اللي هي القوى السياسية اللي في اغلبها قوى انتهازية، وقبولها خوض الانتخابات وفق القواعد والشروط اللي فرضت من قبل المجلس العسكري منفردا، بخوض بقى الفلول بقانون الانتخابات اللي هو 70% و30% والكلام ده كله. انما في النهاية لما دخلنا الانتخابات دخلناها بمنطق انها حلقة من حلقات استكمال الثورة. مش هتوصل لحظة يا دكتور، دخلناها بمنطق انه يبقى في 10 ولا 20 صوت نستكمل بعد الحكم ثوري جوه البرلمان، انا وانه الميدان استرد عافيته، فاحنا كلنا تركنا الانتخابات ورجعنا للميدان. الوضع سيء وبيزيد سوء في الغالب. انا كنت لسه خارجه من المستشفى الميداني الموجوده في قلب ميدان التحرير، مستشفى الموجوده في مسجد عباد الرحمن، وخدت تقرير بالحالات. في الحقيقه اول حاجه عرفتها النهارده ان النهارده عدد القتلى اللي دخلوا مستشفى واحد بس اللي هي مستشفى عباد الرحمن 4 شهداء، 2 منهم بالاختناق بالغازات السامه اللي بتترش بقى لها يومين، و2 بالرصاص الحي. في ولد رصاص الحي، انا شفت واحد رصاص حي، انا كنت هناك بالرصاص الحي يا رشا، بالرصاص الحي. الرصاص الحي، الرصاص الحي مستمر حتى هذه اللحظه. اتشهد 2 في الميدان بالرصاص الحي، و2 بالاختناق في الميدان في شوارع محمد محمود والشوارع الداخليه. في الحقيقه كمان في معلومات من المستشفى الميداني خطيره عن الغازات السامه اللي بترش بقى لها يومين في الميدان. الدكاتره اكدوا ان ده مش ان دي مش غازات مثيره للدموع، لم تكن غازات مثيره للدموع لتفريغ المظاهرين، لكنها غازات سامه قاتله سرطانيه، لان معظم الحالات اللي بتيجي المستشفى بتصاب بحالات اغماءات وحالات تشنجات وانهيار كامل في اعضاء الجسم، وفي بعض الحالات بيتم بيبقى في صعوبه شديده في التعامل معاها، بيتم اسعافها على قد ما بنقدر في الميدان، وبعد كده بيروحوا للمستشفيات اللي بره. كمان اكد الدكتور اللي كان معايا اسمه الدكتور طارق، وهو دكتور من المستشفى الميداني، قال ان هو عمل سيرش على انواع الغازات اللي بتترمي في ميدان التحرير، ودخل على الويب سايت بتاع الشركه المنتجه، واكتشف ان الغازات السامه الفرش بتستخدم في الحروب وبيستخدمها الجيوش او بتستخدمها الجيوش في حروبها الميدانيه. الان يستخدم المجلس العسكري والداخليه غازات سامه لقتل المصريين وكانهم بيحاربوا اسرائيل. وتم استخدام نفس الغاز في نفس الموقع اسرائيل استخدمته ضد الاخواننا في غزة، وانا كنت مع نفس الدكتور النهاردة وشفنا الراجل اللي اخذ مات بالرصاصة، وقال لي حاجة غريبة جدا،
ان الدكتورة من جامعة القاهرة اخذت عينة من هذا الغاز وحللته ووجدت المادة المضادة واثبتت ان في سيانيد والمادة الكيماوية اسمها سي ار وقالت اللي اخذوا هذا الغاز سوف يصابوا بالسرطان في خلال 12 ل 15 شهر. مش عايز اعلق كتير على اللي بيحصل في التحرير والمدينة المختلفة، عايز احاول ابقى عندي نظرة كده للي حصل خلال 9 شهور اللي فاتوا. القراية المبدئية بتقول انه من تولى السلطة في البلد دي بعد ثورة لا يريد ولا يؤيد تعميق مطالب الثورة ولا حتى تحقيق المطالب الاولى للثورة. فهنمسك كده ملف فلف في وجالة. على مستوى الملف السياسي خرجت لنا قوانين الاحزاب وقوانين الانتخابات وقوانين المتعلقة بالحريات العامة كلها يعني ما تلبيش الحد الادنى من مطالب القوة والتيارات السياسية، وده مش مهم بالنسبة لي، حتى مطالب الثورة، مطالب شباب الثورة. على مستوى الملف الاقتصادي يعني وعود وكلام كتير بنسمعه وبنشوفه حوالين حد ادنى وحد اقصى وحوالين ضرائب تصاعدية وحوالين الطريقة في التعاطي والتفاعل مع الاضرابات والعصابات العمالية والغير عمالية وموظفين ومدرسين ودكاترة واساتذة الجامعة وكله، كل ده بيضيع هباء يعني. ونفس الطريقة اللي كانت بيعامل بيها نظام مبارك على مستوى الملف الامني، انفلات امني متعمد من قبل الداخلية. وانا في رأيي الشخصي انه لازم يبقى شايفين ده في سياقه، لما ملف الاقتصادي والملف الامني يبقوا بالحالة دي يبقى فيه هدف ورا ده. الهدف الرئيسي ورا ده معاقبة الشعب المصري اللي تجرأ وعمل ثورة وخلع مبارك القائد الاعلى للقوات المسلحة، قائد 19 لواء اللي موجودين في المجلس. نحن في خطر، وعلى المجلس العسكري ان فورا اضعف الايمان ان كان مازال متمسك بالسلطه وقد المسؤوليه يكون هناك مجلس استشاري رئاسي من مدنيين على اعلى مستوى في الاقتصاد، في السياسه، في الشؤون الدينيه، في الاعلام، في التوظيف، في العداله الاجتماعيه. ويجب الا ياخذ المجلس العسكري اي قرار الا باستشاره هؤلاء المجلس من الان الى ان تستتب الامور. وزارة قوية ولها كافة الصلاحيات، لأنها داخلين على وطن في خطر، هم على شفا حرب أهلية، والطيار الإسلامي مش حاسس باللي بيحصل في الدولة وما زال عاوز انتخابات عشان عاوز يسطر السلطة وما يهموش بس تروح على فين. اسمحيني يا دكتورة. اتفضل. يعني عطفا على الكلام اللي تفضل به أخي وصديقي الدكتور ممدوح حمزة والاخوه الزملاء الشباب الجميل، عايز اقول ان احنا نشف ان المجتمع المصري الان المجتمع المصري الان يا دكتوره هلا منقسم بين فريقين كبيرين. الفريق الاول اللي هو الثوره وانصارها ومؤيديها في كل انحاء مصر، واللي تحركوا بناء على ما حدث لعدد من الشباب جرح الثورة اللي كانوا في ميدان التحرير ابتداء من يوم السبت، ومن ثم هؤلاء بدأوا يتحركون زي ما قال الدكتور ممدوح تعاطفا مع هذا الحدث، لأن تذكروا ما حدث للثورة من جرائم أو في حق الثورة من جرائم ممن بيدهم القرار. الفريق الثاني اللي هو أمام اللي في المواجهة كتير بيمثل القوى المضادة للثورة. القوى المضادة للثورة هي اللي بتتمثل في بعض الفئات وبعض أصحاب المصلحة وبعض النفوذ اللي أنا بسميهم التشابكيون. ده حزب كبير أقوى من كل الأحزاب ومن كل التشابكيون. دول بقى بيعملوا إيه؟ دول رجال الأعمال اللي بعضهم عنده قنوات خاصة وبتلعب في الموضوع، وبعضهم عندهم صحف وبيلعبوا في الموضوع ولهم أجندة ولهم علاقة بأمريكا كمان، في ناس لها علاقة بالسعودية وبيشتغلوا بإيدهم وسنانهم في سبيل على مدار العشر سنوات في سبيل إجهاض هذه الثورة. يبقى عندنا القوة المضادة للثورة في الداخل ولها تشابك بالخارج ولها تشابك بينها وبين بعضها، وهؤلاء هدفهم الرئيسي إجهاض الثورة، لأنه
لو في لو هناك نيه او هناك رؤيه من المجلس العسكري ان يتعامل مع هذا الذي حدث في 25 يناير وحتى احتلال ميدان التحرير او استرداد ميدان التحرير لكي يكون بيد الشعب بدلا من ان يكون بيد الامن والقمعيين، لو تعامل مع هذا الحدث باعتباره ثوره من البدايه لكان هناك نهج اخر، ولانجزت الثوره المصريه انتصارا مدويا ونموذجا مثاليا. ماذا يحتاج المعتصمين في ميدان التحرير لفض عطسنا؟ بس يعني قبل ما نجاوب على السؤالين دول بشكل محدد في ملحوظتين رئيسيتين. منذ ان قامت ثوره 25 يناير وحتى الاربعه اشهر الاولى من الثور كان في فريقين، كان في الثوار المؤمنين باستكمال مشوار ثورتهم عشان تحقق اهدافها وانجازاتها، وفي ما يدعى به فلول النظام السابق. ده بقى نقول في الحزب الوطني وبقاياه في الداخليه وفي باقي مؤسسات الدوله التي لم يتم تطهيرها باي شكل من الاشكال، متكتلين وبيحاولوا ان هم يشعروا جماهير الشعب المصري انه الثوره اتت على حياتهم بالسلب في كل النواحي، حتى النواحي الاقتصاديه والاجتماعيه على النواحي السياسيه وفي كل شيء. المواطن المصري البسيط بقى حاسس ان حياته اليوميه بقت اصعب، مش قادر يلاقي لقمه عيشه بسهوله، ما بقاش قادر، بقى نفس الروتين بيلاقيه في نفس التعذيب بيلاقيه في اقسام الشرطه، نفس اسلوب المعامله بيلاقيه، وبالتالي كان في الفلول وكان في الثوره والثوار. اعتقد انه بعد انتهاء الاربع شهور الاولانيه وحتى الان احنا في لحظه اصبح فيها المجلس العسكري في طرف والثوره والثوار وجماهير الثوره المصريه في طرف اخر. المجلس العسكري لم يسئ، اعتقد انه لم يسئ في اداره شؤون البلاد، ولكنه تعمد في افقاد الثوره لما تملكه من معاني ومن قيم للحفاظ على الثورة المصرية وأهدافها وإنجازاتها وما تضمنته من دفاع عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والثوار بكل تضحيات وبكل دماء شهداء جدد يريدون الحفاظ على الثورة ومكتسباتها.